استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية أمس معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام وفضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. جاء ذلك لتسليم جلالة الملك المفدى جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي عن عام 2015 عن فئة الشخصيات القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام. وفي بداية اللقاء تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى، حيث رحب جلالته بهم مشيدا بجهودهم الإنسانية الخيرية النبيلة لرعاية الأيتام. وخلال المقابلة أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله عن شكره وتقديره للرئيس الفخري للجمعية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذه الجائزة، مشيدا بدور جمعية السنابل لرعاية الأيتام وبجهودها الإنسانية والخيرية في رعاية الأيتام المحتاجين والاهتمام بهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لهم. وأكد صاحب الجلالة أن التكافل من الإرث الحضاري الذي نفتخر به في مملكة البحرين، فالبحرين عريقة بتاريخها وطيبة بأهلها وبمحبتهم لبعضهم البعض أبا عن جد، وإننا سنعمل على تقديم كل ما نستطيع تقديمه من أجل أبنائها. منوها جلالته بأن الدين الإسلامي الحنيف قد أعطى اليتيم كل اهتمام وعناية، وحث على الوقوف إلى جانبه وإشعاره بحنان الأبوة والعطف. وتمنى جلالة الملك المفدى لجهود الجمعية والقائمين عليها كل التوفيق في عملها الإنساني والتطوعي الخيري النبيل لرعاية الأيتام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا يا صاحب الجلالة في جمعية السنابل لرعاية الأيتام أن نرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان لتشريفكم لنا بقبول هذه الجائزة الفخرية وموافقة جلالتكم باستقبالنا لننال شرف تسليمكم هذه الجائزة. وما هذه الجائزة يا جلالة الملك إلا دليل عرفان منا لما تقدمونه جلالتكم من عطاء وبذل كريم لأبنائكم أبناء البحرين عامة والأيتام منهم خاصة، فقد قدمتم وما زلتم تقدمون الكثير لمن فقدوا حنان ورعاية آبائهم، فكنتم خير الأب وخير الراعي لهم. بارك الله فيكم وفي أهلكم وفي أولادكم وفي ذرياتكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. صاحب الجلالة، دأبت جمعية السنابل لرعاية الأيتام ومنذ نشأتها في العام 1999 أي منذ ما يقارب 17 سنة على تنفيذ عدة أهداف ومشاريع للوصول إلى الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله، ألا وهو توفير الرعاية الشاملة للأيتام. لذا حرصت الجمعية على أن يكون عملها احترافياً ورعايتها لليتيم وذويه رعاية شاملة، وبفضل من الله سبحانه وتعالى شملت رعايتها أكثر من 2500 يتيم ويتيمة في داخل مملكة البحرين منذ ذلك الحين، وتوجت ذلك بتطبيق مفهوم الاستدامة في خدمات الرعاية لأنشطتها وبرامجها،
ومن هذه البرامج والأهداف التي تسعى السنابل لتحقيقها جاء إطلاق جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والتي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة الخليجية والعربية، حيث تسعى السنابل من خلال هذه الجائزة لتكريم المتميزين في هذا المجال من شخصيات ومؤسسات وحثهم على بذل المزيد وتحفيز غيرهم من العاملين والمهتمين بمجال رعاية الأيتام. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. صاحب الجلالة، إن تشريف جلالتكم بقبول هذه الجائزة وفي عامها الأول عن فئة الشخصية القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام، وبصفتكم الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية ورائد العمل الخيري في البلاد، ولإسهاماتكم الجليلة في مجال رعاية وكفالة الأيتام في مملكة البحرين وخارجها، لهو خير بداية للجائزة ومحل تقدير كبير من قبل الرئيس الفخري معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة، ومن مجلس إدارة وأعضاء ومنتسبي جمعية السنابل لرعاية الأيتام، وهو امتداد لما تحظى به السنابل من رعاية كريمة من جلالتكم حفظكم الله ومن حكومتكم الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، ودعم مقدر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر. صاحب الجلالة، وفي ختام كلمتي أود أن أكرر جزيل شكرنا وتقديرنا لجلالتكم على قبول هذه الجائزة الفخرية وموافقة جلالتكم بتشريف وفد الجمعية بشرف الاستقبال واستلام الجائزة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على جلالتكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر والتوفيق وقبول صالح الأعمال، وأن يجزيكم مرافقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة نظير ما قدمتموه للأيتام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، أي السبابة والوسطى، وأي منزلة يا صاحب الجلالة أفضل من ذلك، وكفى بها فخرا وأجرا رفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح برأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. هذا، وتقبلوا جلالتكم بقبول فائق تحياتي وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هي رسالة أقدمها باسم أيتام البحرين، موجهة من ابنة البحرين لوالدها صاحب الجلالة المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكنا المفدى. والدي العزيز، منذ أن خلقني الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض الطيبة وأنا أعيش في كنف رعايتك، أعيش في كنف توجيهاتك، لأن أيتام البحرين هم أبنائك وبناتك، فقد قدمت لنا يا والدنا الكثير الكثير، وأعظم نعمة وفقك الله لها يا جلالة الملك، فأنك تحملت مسؤولية الأبوة تجاهنا، فكنت بحق خير الأب لنا وكذلك خير المسؤول عنا، فجزاك الله خيرا عنا وعن أبنائك وبناتك من أيتام البحرين. لن ننسى فضلك بعد الله سبحانه وتعالى، لأنك وجهت بتطوير التشريعات والقوانين التي تساهم في توفير الخدمات والرعايات المتميزة لأبنائك الأيتام وذويهم. لن ننسى فضلك بعد الله سبحانه وتعالى بأنك أسست مؤسسة رسمية تتشرف برئاستك الفخرية لها لتكفل أيتام البحرين وذويهم. لن ننسى تلك الابتسامة التي ترتسم على وجهك الطاهر وأنت تستقبل الأيتام في ديوانك في مناسبات عديدة لتشعرنا بغربك منا، وتسقط حينها
وتسقط حينها كل عقباتك ورسمياتك، وترتسم حينها صورة ناصعة كلها حنان وحب صادقين بين الأب والأبناء. والدي جلالة الملك، وددت باسم أيتام البحرين في ختام هذه الكلمة أن أنقل لجلالتك رسالة حب من القلب، لأنك قد أديت أمانة تجاهنا خير أداء. جزاك الله عنا وعن أيتام البحرين خير الجزاء. ابنتكم ابنة البحرين ابنة السنابل وصايف باسم درباس البعلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تشرف معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة الرئيس الفخري للجمعية وفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان بتقديم جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي عن عام 2015 عن فئة الشخصيات القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام إلى جلالة الملك المفدى، وذلك تقديرا وعرفانا لدور جلالته الرائد ومبادراته الإنسانية ورعايته حفظه الله للعمل الإنساني بشكل عام والرعاية الأبوية التي يليها جلالته للأيتام بصفة خاصة. وقدم الرئيس الفخري لجمعية السنابل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية خالص التهنئة إلى جلالته على هذه الجائزة الرفيعة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمده بعونه وتوفيقه وينعم على جلالته بموفور الصحة والسعادة لما فيه خير وصلاح هذا الوطن العزيز وشعبه الكريم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. هذا وقد قدم معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة هدية تذكارية إلى جلالة العاهل المفدى بهذه المناسبة.